الشهر ديال ماي غادي نتكلموا على التسممات الغذائيه. كلنا كل نهار كناكل ماكله فيها مشكل، هذاك المشكل كاين تقليه وكان مرض بالتسمم الغذائي. ولكن اشنا هما فعلا التسممات الغذائيه؟ باش نعرفوا اكثر دقينا باب ديال الناس البحث العلمي فعلوا الميكروبيولوجيا، اطباء مختصين في الامراض التعفنيه وخبراء التسمم، وطلبنا منهم التعريف الصحيح ديال التسممات الغذائيه، الاسباب ديالها، طرق الانتقال، المشاكل الصحيه اللي يمكن كدير، وكذلك النصائح اللي يمكننا نتبعوا باش ما نطيحوش في هذا المشكل. هادشي غادي نشوفوه في عينك ميزانك مساء الجمعه على قناتكم دوزان.